تحت شعار إيران لن تحكم العراق مرة أخرى، أحيا متظاهرو محافظة واسط الذكرى الثالثة للانطلاقة الثانية لثورة تشرين، مؤكدين على مبادئ الثورة ومتمسكين بنهج الشهداء. اليوم جماهير واسط تكرر نزولها للشارع رفضا للطبقة السياسية ورفضا للنظام المحاصصة الذي حكم البلاد منذ 2003، واليوم جماهير واسط نزلت وتعبر عن موقفها الرافض لحكومة الإطار، حكومة محمد جاع السوداني، تحت شعار إيران لن تحكم العراق مرة أخرى. الطبقة السياسية تحاول تدوير نفسها من خلال إعادة النفايات مرة أخرى، من خلال الإعادة المجربة التي تبت فشلهم، فشل هذا النظام. حكومة السوداني مرفوضة كسابقاتها، حيث يؤكد المتظاهرون أن العلة تكمن في المنظومة الحاكمة برمتها وليس في حكومة معينة. نطالب برفض أي حكومة تتشكل على أساس التوافقية والمحاصصة الطائفية، كذلك نطالب بتفعيل قانون الأحزاب وانتخابات مبكرة وقانون انتخابات عادل، بالإضافة إلى المفوضية المستقلة، وأي حكومة تتشكل على أساس المحاصصة الطائفية وعلى أساس المحسوبية المنسوبية والامتيازات نحن رافضين لها. أي تغيير لا يبدأ من قاعدة العملية السياسية مرفوض لدى متظاهري محافظة واسط. لا تغيير إلا بالتغيير الشامل لكل الطبقة السياسية الفاسدة التي نهبت وسرقت أموال الشعب العراقي. هذا التغيير الشامل يشمل كل مناحي الحياة، برنامج الحكومة، برنامج الوزراء، هذا ما يفيد إذا ماكو تغيير شامل لكل الطبقة السياسية الفاسدة. يؤمن متظاهرو ثورة تشرين أن التظاهرات هي الوسيلة الأنجع لتغيير النظام عاجلاً أم آجلاً. إننا نؤكد في هذه المناسبة بأن استمرار الاحتجاجات والضغط الجماهيري الكبير سيؤدي إلى نهج جديد ينهي حالة المحاصصة التي تجري في البلاد ويكشف حالة الفساد. ثورة تشرين تحولت إلى هوية وطنية تجسد طموح وهدف كل عراقي حر عانى من الظلم والفساد والطائفية.